عقدنا في جمعية الشعر أن نقيم فعاليتين كبيرتين ضمن طبعا فعالياتنا المختلفة، لأننا كل شهر نقيم فعالية. ضمن إذن هذه الفعاليات اعتدنا أن نقيم فعاليتين كبيرتين جامعتين. الأولى هي مهرجان شعري يقام في النصف الأول من العام، والفعالية الأخرى نقدية تقام في النصف الثاني من العام. هذه السنة رأى الزملاء في جمعية الشعر أن نتحدث عن الشعر والحرب على سوريا. بما أن الشاعر الأديب عموما والشاعر خصوصا ينتمي ويوثق لبيئته الزمكانية، فقد رصدت أقلام الشعراء هذه المرحلة التي تتعرض فيها بلدنا الحبيبة إلى هذه الحرب الإرهابية التكفيرية، فظهرت أغراض جديدة من الشعر وبأساليب فنية راقية جدا، ربما ستشكل لاحقا موسوعة للشعر في هذه المرحلة أو وثيقة وطن لنقول، لكي ترى الأجيال القادمة كيف كان الحراك الإبداعي في هذه المرحلة المفصلية من حياتنا. نحن كمثقفين وكأعضاء اتحاد كتاب عرب وبشكل عام كمواطنين سوريين نعمل دائما على تعزيز ثقافة الحب، ثقافة الجمال، ثقافة البهاء، لأننا كسوريين مفطورين على هذه المفردات. إلا أن هذا المواطن السوري كغيره من المثقفين والشعراء والكتاب والأدباء وجد نفسه أمام مفردات في غاية النفور والصعوبة لم يفطر عليها ولم يتربى عليها، مفردات الحرب. مهما عملنا من ندوات ومهما عملنا من دراسات نكون نحن مقصرين أمام الشعر، لأني فعلا الشعر عم يهبط الآن، عم يتنازل إلى أمور أحيانا غريبة عجيبة بعيدة عن روح الشعب.